للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. مرحبا بك بداية دكتور غازي. وسهلا مرحبا. جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي، كيف تقرأ تعيينه؟ أكيد بولتون، وكما أشار التقرير قبل قليل على محطتكم، هو واحد من الشخصيات الأمريكية الراديكالية من اليمين المسيحي الإنجليكي المتطرف أو المتشدد باتجاه أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية نفوذ قوي واسع في العالم. أيضا نذكر أن مواقف بولتون هي عدم إيمانه بالأمم المتحدة أو بدورها في مجال السلم والأمن إلى آخره، ويؤمن بمجتمع دولي وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقود هذا المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أمام اليوم طاقم جديد في وزارة الخارجية وفي المخابرات الأمريكية وكذلك في الأمن القومي الأمريكي بقيادة وإدارة بولتون. بولتون يؤمن أن الاتفاق النووي اللي وقع من قبل إدارة أوباما مع إيران أتاح لإيران فرص كبيرة باتجاه تعزيز برامج التسلح النووي، برامج التسلح الصاروخي، قدرة إيران على تهديد الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، في الدول العربية، في الدول الإسلامية. بمعنى آخر، إيران تهدد المصالح الأمريكية وتهدد استراتيجياتها الأمنية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وبالتالي هو يفكر بجدية بأهمية الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع إيران. ما مدى إمكانية حصول هذه المواجهة العسكرية مع إيران؟ إلى أي مدى ستغير الإدارة الأمريكية من سياستها بعد تعيين هذا الرجل؟ نعم، مؤكد يعني طبيعة الطاقم الجديد اليوم اللي موجود في الإدارة الأمريكية واللي طاقم في مجمله يؤمن بالمواجهة الكبرى مع إيران. طبعا ليس بالضرورة أن تكون هذه المواجهة في 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 قلب المدن الإيرانية أو مواجهة عسكرية تجاه القواعد الإيرانية أو منظومات الصواريخ إلى آخره. طبعا بالضبط احنا لا يمكن أن نعرف الآن ما هي الاستراتيجية الأمريكية، ما هو المخطط العسكري الأمريكي لهذه المواجهة على صعيد التفاصيل. هناك العديد من السيناريوهات، العديد من التصورات المطروحة على صعيد تنفيذ هذه الاستراتيجية اليوم بوجود بولتون في قمة أو على صعيد الإدارة الأمريكية بالقرب من الرئيس ترامب. أيضا بولتون لن ننسى هو من الداعمين للمعارضة الإيرانية وحضر مؤتمرها الأخير، وهو يؤكد على أهمية، هذه وجهة نظر الشخصية طبعا لا نعرف اليوم كيف يفكر باتجاه تنفيذها، يؤمن بتوجيه ضربة لمنظومات الصواريخ الإيرانية، القواعد، المنظومات التسلح المختلفة، الرادارات إلى آخره. طيب. وبنفس الوقت منح فرصة للمعارضة الإيرانية لكي تحكم. دكتور غازي يعني إيران، نعم، ما مدى تأثير يعني تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي، ما مدى تأثيره على زخم النفوذ الإيراني في العراق؟ طبعا من المؤكد المواجهة قادمة مهما اختلفت أشكال هذه المواجهة، سواء مواجهة مع حزب الله بمعنى الأدوات أو تفرعات امتدادات الهيمنة والنفوذ الإيراني في المنطقة، بمعنى المواجهة مع حزب الله في لبنان، المواجهة مع الميليشيات الإيرانية في سوريا، ضرب القواعد الإيرانية في سوريا، منظومات الصواريخ، مصانع الصواريخ، مخازن الأسلحة الاستراتيجية، الميليشيات الإيرانية اللي موجودة ويقدر عددها بأكثر من 50,000، نصفهم إيرانيين والنصف الآخر من آسيا الوسطى. أيضا الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني اللي موجودة في العراق، جنرالات، مقرات التدريب، الدعم اللوجستي إلى آخره. هذا النفوذ الإيراني اليوم اللي يتسع في العراق أيضا ممكن يكون عنصر أو من عناصر المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بمعنى ممكن تحصل مواجهة في دول الجوار الإيراني، أما لاحقا ممكن تكون هناك ضربة نهائية، لأن بالنهاية إن حصلت لو تحققت التوقعات يعني. نعم. إن حصلت هذه المواجهات ما بين الولايات المتحدة وإيران، هذه المواجهات هل من وجهة نظرك ربما يتسع نطاقها ليتعدى العراق إلى الدول المجاورة أم ماذا؟ نعم، إيران في الواقع اليوم معزولة، يعني لا يوجد تحالف دولي أو إقليمي تقوده إيران. إيران تتدخل، لديها أدوات في دول الجوار، في البحرين، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، لكن هذه الأدوات لا يمكن أن نعتبرها دول حقيقية أو جيوش ممكن أن تدخل في مواجهات عسكرية كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ونذكر تماما المواجهة بين العراق وأمريكا بال91 وكذلك في 2003، أثبتت وجود فجوة كبيرة جدا بين القدرات العسكرية للدول العربية أو الدول الإقليمية اللي موجودة وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يكون هناك توازن في علاقات القوة العسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية على الأطلاق. هذه مسألة مضحكة تماما. أكيد السكود القديم اللي موجود في إيران أو منظومات الرادارات القديمة المتكلفة الموجودة في إيران لا يمكن أن تصمد أمام القدرات التكنولوجية الواسعة للولايات المتحدة الأمريكية في الجو، في البحر، في البار إلى آخره. أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أدواتها، تمتلك أكثر من 45 قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، تمتلك الأسطول الخامس في الخليج العربي، الأسطول السادس في البحر المتوسط، لديها البوارج العابرة للمحيطات، لديها بالفضاء منظومات للسيطرة والرقابة والدعم اللوجستي لقواتها، أيضا للقواعد البرية الثابتة. بالتالي هذه الحرب في النهاية ستكون مأساوية بالتأكيد بالنسبة لإيران وقدراتها العسكرية، وستقضي على هذا الحلم الإيراني لبناء إمبريالية إقليمية وعالمية للهيمنة على الشعوب الإسلامية. نعم. شكرا لك دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.